الأخت المتصلة سألت سؤال، إزاي نحفظ البطاطس والطماطم؟ الطماطم إذا في طماطم كمية موجودة عندي بالتأكيد إن أنا هحتفظ بيها وأعملها صلصة وأشيلها في التلاجة. بجيب الطماطم أعصرها أو أبشرها أو أضربها في الخلاط بعد ما تخلص من القشرة. عارفين إزاي نتخلص من قشرة الطماطم إذا موجودة عندي؟ بجيب الطماطم في شوية مية ملح وبقطعها بالسكينة من فوق من هنا كده، وبحطها في المية لمدة دقيقتين. بمجرد ما بشيلها من المية بلاقي القشرة اتفصلت عن لحم الطماطم. باخد الطماطم دي أضربها في الخلاط وأعصرها وأخليها تغلى على النار فترة طويلة لغاية لما نتخلص من السائل اللي موجود فيها اللي هي المية تتطيب، وبعد كده نعبيها ببرطمان بعد ما تبرد خالص ونشيلها في التلاجة. ده طريقة حفظ الطماطم. طبعا بنضيف لها شوية سكر زي ما تعودنا عشان نتخلص من الحموضة، ولازم السكر يغلي معاها. الحاجة التانية، الأول نحط بصلة كده على النار، البطاطس وشوية ثوم، قلنا بصل وثوم، دي بطاطس بالدمعة. طبعا بصل وثوم موجود عندنا، الخير موجود والحمد لله مذكور في القرآن، البصل والثوم ده من الخير اللي موجود في مصر، موجود في القرآن الكريم. معانا اتصال الأخت أم أسماء من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيف أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله على حضرتك وأدائك متميز والله، ربنا يكرمك. الله يبارك لك. الله يبارك. ممكن أجاوب على السؤال؟ اتفضلي. أنا اتعلمت من حضرتك بصراحة، ما اتفرجتش على حضرتك في برنامج صحتك في أكلتك. حضرتك قلت إن هو معلومة في دقيقتين دي مش واخدة، قلت إن إحنا نعصر ليمون على البطاطس عشان ما تتودش، او الموز او التفاح الحاجات دي، يعني مش عارفه الاجابه صح ولا غلط، بس انا حفظت من حضرتك كده. مظبوط. طب انا مش هقدر اقول الاجابه صح ولا غلط غير في اخر الحلقه. ما يهمكش والله يا خالص، احنا كفايه بس ان احنا بنشوف حضرتك على قناه الرحمه في برنامج المتميز، وربنا يبارك في حضرتك ويبارك في قناه الرحمه. السلام عليكم. على ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك على الاتصال يا اختي. الحاجه الثانيه، ازاي نحفظ البطاطس اذا هي موجوده عندنا كميه زي دي كده؟ طبعا بجيبها بحطها في مكان تهويه، دي ما بتتحطش في التلاجة، بحطها مكان تهوية وتبقى كده يعني مش مكركبة على بعضيها، وبحطها في مكان تهوية مش هتقعد معايا كتير أسبوع، يعني دي ما أقدرش أحفظها. عايز بقى أحفظها فترة طويلة لها بتتشال في الديب فريزر وتجميد وموضوع تاني، ولكن ما انصحش إن هي تتشال في البيت فترة طويلة أكتر من أسبوع أو 10 أيام. أما إذا أنت قشرتيها وعايزة تشيليها فطبعا إحنا قلنا نشيلها في التلاجة، بس هنقول في آخر الحلقة نعمل إيه. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها للسادة المشاهدين، بروح على الراجل بتاع الخضار وبشتري بطاطس وروح البيت أقليها، أول ما أحطها في الزيت ألاقيها